قلنا واحد صاحب اخوك. يلا بينا. مالك خايف جدع؟ لما الكاميرات دي هتركب هتشوف بنفسك ان مفيش اي حاجه تخوف. هات السلك اللي هناك. يا يوسف. نعم. خدت المصحف الصغير من اوضه ورده؟ وليه كل ما حاجه تحصل في الدار دي تسالوني انا؟ محدش فيكم شافه يا اولاد. انت كنت حاطاه فين يا ام؟ تحت المخده. طب ما سالتيش ورده؟ ده طول النهار نايمه يا ضنايه وما طلعتش من اوضتها. ما شفتوش يا امني؟ لا والله يا طنط. هيكون راح فين بس يا اولاد؟ مصمم برضه تعلق الكاميرات دي؟ انت زعلانه من ايه يا امه؟ هو انا مش وعدتك اني مش هاجي جنب اوضتك؟ وبعدين ما تقلقيش كلها يومين ثلاثه واثبت لكم ان مفيش اي حاجه خالص. انا طالعه ابص على اختك. تعملي ايه؟ تعالى بص. في شويه فيديوهات جبتها من على اليوتيوب كلها حالات بوزيشن. ركز في الحالات هتلاقيها كلها متشابهه مع انهم بلدان واديان مختلفه. ده مثلا في امريكا شيء. ده بقى في مصر. وده في الهند. شايف؟ نفس التشنجات، نفس الحركات. معقولة يعني كل ده مش حقيقي؟ انت ابتديت تغيري رأيك ولا ايه؟ أصل الأصوات اللي احنا بنسمعها وترزيع الأبواب أكيد يعني مش عمك اللي بيعمل كده. ووردة، أنت شايف اللي بيحصل مع وردة ده عادي؟ امبارح انت كنت مقتنع ان اكيد في تفسير منطقي لكل اللي بيحصل ده، واللي احنا شايفينه ده برضو اكيد ليه تفسير منطقي. ايه يا امن؟ ايه اللي حصل؟ زمان كانت امي بتحكيني عن واحده قريبتنا راكبها جن. انا طبعا ما كنتش بصدق خالص. وفي يوم البنت دي رمت نفسها من بلكونه في الدور الخامس. انا اللي اقصد اقوله ان احيانا مخك بيبقى مقتنع بحاجه بس في حته صغيره جواك بتسيب الباب موارب لاحتمالات تانية. ولا انت يعني عايز تقنعني ان مفيش جواك ولا حتى شويه شك صغيرين؟ لا يا أم. ولا حتى شويه صغيرين. عشان كده جبت الكاميرات دي.